الموارد اللي عندنا. افتتاح هذه القاعة الثري دي فيجواليزيشن التي هي فيها آثر التكنولوجيا الحديثة من الفيجواليزيشن للمكامن بالتصور، وهي منصة للتفاعل ولعمل مهندسين وجيولوجيين. تصميم هذه الغرفة جاء بطريقة دقيقة جدا للتأكد من خلق بيئة للأفكار وبيئة للتفاعل، لاستطاعة المهندسين اتخاذ أفضل القرارات بالنسبة لتطوير واستدامة حق البشر. عمل أساسية للمهندسين مكامن الجدد، حيث يتم تعامل الطاقة نفسها بشكل عمل فردي، لشان هي عود بالفائدة وتطوير المجتمع. كان أفرش من صدقات عالمية مع استقرارات محلية مع الفريق العملي عشان نتحقق الأهداف المشتركة إنها تبقى مستقر فيه. التصوير يعود بفائدة على حقن ماشي معلوم. الغرفة التفاعلية بنظام 3D هي مجهزة بأحدث التكنولوجيا لعرض تكنولوجيا المكامن والجيولوجيا، واليوم هو افتتاح ونحن شومبرجي سعيدين وفخورين جدا بهذا الافتتاح وبحضوركم هنا. حقل المجنون من أهم الحقول لنفط البصرة والعراق ككل، ومشان هيك له مكانة خاصة مع شركة شلومبرجي، وهذا بيخلينا نحن نبتكر الأفكار والإبداع بالعمل باستخدام التكنولوجيا والكوادر المختصة العالمية اللي بنجيبها للعراق للمشروع هذا. أهم شيء عندنا نحن الشراكة مع نفط البصرة بمشروع مجنون للمدى الطويل ولتحقيق أهداف مجنون للعراق ككل. Fully understand how we will develop the field in terms of well locations.